دوستان خوش ایستان سلام و رحمت و برکت خواب رجعت بسر همو لایک ای امتی پیغمبری علیه السلام و سلامات اینو خزمتتان لبرنامه یک لخزمت اسلام لفرمودکان پیغمبری اکرم صلی اللہ علیه وسلم لکتاب که امام نووی ریاض صالحین هات اینو فرموده المسلم من سلم المسلم من لسانه و یده مسلمان او مسلمان که امین بی لدستو لزبان زبان بختانی پینکی زبان جونی نده سکایتی پینکی عیبی و در نیخی اویا دو دست نیکوژی لی نده ازیتی نده و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجرت کرده پیشان دود کتنو لخرابه لو شارک لو شارشی گورتری از او سوابی هبو سکایتو لخرابه و فسادی دور اکتیو مارد مندارد خیزان داکو بابد هم بزیده هشت داتو لو غریبی لو بی کسی لو بی کاسبی لو بی معاملی هموی در بدر یابو لبو یک دینی خوای براو کیوا استاو نما پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم باشترین هجرت او هجرت تیا اتو از گناهان بی دور کیوا یا گناهان اگر تو دور کتی ولا گناهان گورترین اجر پاجاش تو گتیا کان علی ثقل النبی صلی الله علیه و سلم رجل یقال له کرکرت فمات کابرا کبو نای کرکربو مرت زور محتیانا کرت زور بحثیانا کرت زور بشان باری ان هدا گوت قال فقال رسول الله وهو في النار بيغمر خاصه عصف فرمي لنا اغري زهنميه يا عذايبه وعالمهم معتيه كاتن فذهبوا ينظر اليه فوجدوا عباءه قد غلها رواه البخاري لغزايب ناوي او كابراي اغير كيركربو هذا غو بخيره تصاونه ترسناغرتو او تشي كوجراغو بيغمر خاصه فرمي زهنميه تماشى انك البخوا عبايه لبن لبن زرکا کانی بو دزی بوش ها ظلمی کرد غدی کرد با یک عبای دگه پیغمبری دا بو اصحابه بو لزیهاده بو شهید کرد با یک عبای دزی بو زهنمی الله اکبر خواه پنام هم دی این زمان قد استدار که هیئت یوم خلق الله السماوات والارض خواه فرمی خواه تبارک و تعالی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم عرض و عثمانی درست کردی لوی که داینای دوازده مانگمان هی لو دوازده مانگانه سر مانگ کشتن یا گناحی تاوانی زیادتره خرابه تاوانی زیادتره سیوی مانگ لدو ایکن ذول عقده ذول حجه والمحرم ایدی کش من رزبه از اب امسا صفر موهی ایو شهر هذا قلنا الله و رسوله اما لعزبو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی آیا او سی مانگا که وطن خواب پیغمبر ازائن جوابیان نداو نخو ناوکی بگوری گوتی آیا استای ذو الحجه نیا گوتیان بری پیغمبری خوان آیا استای لا عرفینی نیا فرمی بری پیغمبری خوان صلی اللہ علیہ وسلم فرمی آیا لما جی حد زینیا فرمی بری پیغمبری خوان صلی اللہ علیہ وسلم فرمی کو استا لو مانگی لو کاتی لو وقتی حرام لسرنگو زلامی بکو جی زینای ماری بخوی او خش لسرنگو حراما دماؤكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فرميه لو ما قي كحرامة أو هش مالين كحرامة سروت سامانين كحرامة ناموسين كوش حرامة سيقدي الله أيوك سانيك أومتي بيغمالين تساق جبدنا أو حديث إمام مسلم ما شاء الله حديثة تسان باستفاده أبي أمامة أفرمهم أبي أمامة الثعلبي أفرمهم أن رسول الله قال من اقتعت حق امرئ مسلم بيمينه هاركسك مالي كابرايتي بكاتي خو بسونت الله أو ما ريتونيام أو موبايلي تونيام بسون دري بو قرآن أو موبايلي منا كسونت خواندرا شاهدي نبو صاحب موبايلي دي بداتتو هر کسک ماری مسلمانه چی بسونده چی دروب کاته ای خو فقد اوجب الله له النار الله خواه واجبه که لسر خو که او کابرای باتت زهنمی خواه واجبی کردی لسر خو اوجبه واجبی کردی لسر خوی او کسی که بسونده سوندی خواردی بدروب بی باتت زهنمی و حرم علیه الجنه و خواهی تعالی لسر خوشی واجب کردی داخلي بهشت نكات حرامي كدير سوك ابراهيم بهشت الله بيكسون دي فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله الله فالبيغمبر اخوان صاصم اجا اوشتا قالك تسكش بي كم بي
فقال وأين قضيبا من أراكن قلت والله أجا يقدر سواك بي الله يعني أتوسون ديب خوي بري بو قرآني أو دار سواك إمنا أجا يتو نبيت خوا وازبيك ديب بوي كاتوسون ديب خوار بدرو كأو سواك كل دار سواك كل ديب خو خوا وازبيك ديب بتبات الزهنمي ووازبيك ديب لسر خوش داخلي بهشت يشتنك الله أكبر بيك سيو بيك هزاري هزارك تي أي أمة تبي غمري عليه الصلاة والسلام أو حديث الإمام مسلم رواياتك اليوم بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي من استعملناه منكم على عمل فكتمها مخية فما فوقها كان غلولا يأتي به يوم القيامة بيغمري إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم هارك سكمان كرده بر برس هارك سكمان كرده بر براغورام هر کس کمان ایشک من دا بر دستیم اگر بیا تو کت می کرد لو خوی جرای و او بد زیخ حرامه حسابه غلولا یاتی به من قامتی بد زی حسابه و دیتن بو مال دیتو بر امر خوای تعالی فقال الیه رجل اسود من الانصار کانی انظر الیه فقال یا رسول الله اقبل عنی عملك کابراتی رشب و پیغمبر صلی الله علیه وسلم کر بیا بر پرس كجيل حديث سيبي غمبري بو صاصم كخواي تعالى حسابي يقدر زيد لك يقدر ودر زيد لك كان رجع قيامته او مال عالم لكنا مال سبب ساماني عالمي ان تسميلي تكرديا اجا بقدر يقدر ودر زيد بخواي تعالى حساب دغركات حق لي ورقدي تو اجر لذي خد بكار نينا بيتن كابر فرمي يا رسول الله نامي امنا وبرس برسياتي منامني في خمس صاصم فرمي وما لك قال سمعت تقول كذا وكذا وتقلي بيغم صاص فنو لا نتفر من بالله حساب يقدر زيد لك ليل رجع قيامته وانا اقوله الان بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم قلت ايش ساجر دوباريكم من استعملناه على عمل فليجئوا بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ ما نهي عنه انتهى رواه مسلم فرمي دي سان دوباريكم والله هموت حساب دان دقلك ليتن لزور لكم آية بحق عدالة تخل بكارتنا ايانا آية أو كأو خيانة دقة كدية يا نام آية الظلمة كدية يا نام آية خزمات بكار هنا يا نام آية حزبات بكار هنا يا نام هم الحساب دقة لك ريتن إمام عمر فرمت أو حديثة تازج إمام مسلم بو أو حديثة إمام مسلم جمال حديثة كيستطو تسار دي إمام عمر فرمت لما كان يوم الخيبر لغزاي خيبري أقبل نفر من أصحاب النبي فقال فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقال فلان شهيد فقال النبي كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءات إمام عمر فرمي لغزاي خيبر لو حديث إمام مسلم جرايته لغزاي خيبر بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لقى أصحابان دابون هذا أصحاب الشهيد بون أصحابك هات فرمي يا رسول الله فلان الشهيد أو هي شهيد بو فلانك الشهيد بو فلانك الشهيد بو أي هاوار وقتك قلت يعني يا رسول الله فلانك الشهيد بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا فرمي نخي الشهيد نبوة أو الشهيد نيا إني رأيته في النار الله فرمي يا من ديتم لنا وأقلت زهنم يا الله أصحابة سنت ما شاكت يك زري زيبو زري لغزاي يك زري خيانتي ليك زري كربو بواسطه او زري كردي غزاك الى دزدا صرف سامان الى دزدا اصحاب البيغمبر الى دزدا تسونا زهنمش اتدرون من المفلس ايه دزان شي مفلسة قال المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع فالمي أي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم مفلس أو كسي كباري نبي سلوة النبي ماري دنيا النبي إن المفلس من أمتي إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والسلام والصيام والزكاة فالمي مفلس أمتي من أو كسي كديت قيامته زور نشكر يا الله زور بروجيبوا زور الزكاة دايم ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فرمزوني دايت فرانكسي ما رفرانكسي خواردية لفرانكسي دايا أو هم حقي لسنا
اوه دې زکاتکې لید باتن اوه دې ماری خواردې نیو زکاتې لید باتن اوه دې روزکاتې لید باتن هشت حق عالم له سمایت فيعطي هذا من حسناته حسنات ساكانها مخلص ابن وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ به من خطاياهم فتورحت عليه ثم تورح في النار رواه مسلم پیغمبر خواب علم صلى الله عليه وسلم همو ساکا کانیان داو خرککی که ظلمی لخرچی کردیا او زاری هشتا ظلم کمایا او زاری گناح عالمی بیتم دی فتورح به علیه ثم تورح في النار بگناح عالمی دستت زهنمی خواب پنامان دی پیغمبر خواب علم صلى الله عليه وسلم انما انا بشر و انكم لا تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فاقضي له بنحو ما اسمعهم فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار الله متفق عليه ساق جبدنا حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواب علم عليه الصلاه والسلام دوك استعدينك نمان او دوك سانا يتشان لا يتشان زماني لسترا دوك زينك نمان حقا كان هي او حق لبيني انا يتشان زماني لس يتشان لسترا او زمان لوسكشنا حق پیغمبر خواب علم صلى الله عليه وسلم بس بس زمان لوسكي خوي خوي ولا كك حق امش بتماشي زمان يكم فتواكي بس زمان لو ادم حقك يا دم ويبي اما والله پیغمبر خواب علم او حق نابيت او ايوي فانما اقطع له قطعه من النار بوحا حقي كلوم دايو نحقشا في السناون ده زهنا پیغمبر خواب علم صلى الله عليه وسلم فرمیت ماش زمانی من نکم بالو من حکم لو دانا اینم ننی ولا پیغمبر خواب فتوای لو دایم با فتوای من ناخ ولا دنیای اوش گل استا شی پیغمبر خواب پیغمبر خواب علی صلی الله علیه وسلم لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما فرمی والله زور آسان خوا رحمت بیبکا عفوت بک ما دام لنا وکد وکانی تو زلام کوشتن نی ما دام زلام انك كشتي اما اجا زلامت كشتي بيت قرد بسري اجا زلامت كشتي بمالت ويران بيت اخر حديث مان ان رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه بيغمبر خواف المسعص ك امراه حمزه افرمي عن خولته خوله افرمي جمله بيغمبر خواي بصاص ان رجال يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه عندك اسمالي عالم اخويا لكن دادن معنى الزكاه يعني لكن دادن او الزكاه اللي هو عندي بدانا فقيرا مالي فقيرا او دام كنوا او كابرا او الزكاه اللي هو اجرته يعني نايله مستحقا يعني خزماتي بكاردينيتن يعني دوستاتي بكاردينيتن او تساك بزانه بيغمبري خوف المصا صلى الله عليه وسلم زيغايه شي خوي خوش كدي لاغي زهنمه فلهم النار يوم القيامه او سرت سامانش او خير اللبات خير لو بنسيتن انوسيت ان اغرك لنا او اغري بمليويه اي باتت زهنمي يا ربي خوادرك يا رحمت مالك يا ربي خو ايمان ما سلامتك يا ربي خو اخيله ما خير بك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.